ولمناقشة هذا الملف، الفساد الذي في المنافذ الحدودية في ظل ضعف حكومي في السيطرة عليه، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مال موعد والتحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. الرئيس السابق لهيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي يقول إن قرارات رئيس الحكومة لا تنفذ بسبب ضعف القانون، هل هو ضعف القانون كما يقول أم عدم وجود إرادة سياسية لتنفيذ هذه القرارات؟ كلاهما صحيح، يعني هناك ضعف بالقانون وهناك فساد في القضاء كما المنظومة القضائية كما نعلم، وهناك ضعف في الإرادة، وبالإضافة إلى أن هناك قوة وشراسة للميليشيات والأحزاب التي عندها ميليشيات. هذه الأمور كلها مجتمعة تجعل مهمة الإصلاح في العراق على النحو الذي يدعيه الكاظمي مسألة صعبة جدا أو شبه مستحيل. نعم، طيب ننتقل إلى ما تقوله اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن أحزابا سياسية تسيطر على أجزاء مهمة من واردات البلاد المالية. ما الذي يمنع اللجنة ومن مهامها الرقابة والمحاسبة في الوقوف أمام هذه الظاهرة؟ بالنسبة للسيطرة على المنافذ الحدودية مسألة جوهرية بالنسبة للميليشيات، لماذا؟ لأن الميليشيات تعتبر هذه المنافذ موردا رئيسيا يمولها، وفي هذا الوقت بالذات بعد التراجع الذي حصل في الدعم الإيراني لهذه الميليشيات، إيران كما نعلم أصابها الضعف والوهن لعدة أسباب، أولا بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وأصبح عدد براميل النفط التي تصدرها لا يتجاوز المليون برميل بسبب هذه العقوبات. ثانيا بسبب جائحة كورونا، هناك كما نعلم أن المرض انتشر وهناك ولا وخرج عن السيطرة الإيرانية. نعم. ثانيا أن هناك تململ في داخل إيران، ووصلت تقارير اليوم بأن عدة مدن إيرانية خصوصا تبريز بدأت المظاهرات فيها ضد الإيرانيين. ثالثا أو أخيرا بسبب ضعف أو خلخلة السيطرة الإيرانية أو النفوذ الإيراني في العراق بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ضعف التمويل والدعم الإيراني لهذه الميليشيات، ولذلك الميليشيات تحاول أن تعوض عن هذا الدعم بالموارد الذاتية بالتمويل الذاتي، وتشكل المنافذ الحدودية موردا أساسيا لهذه الميليشيات. لذلك نتوقع أن الميليشيات ستقاتل بشراسة ضد الخطوات التي وهي بالأساس هي خطوات غير جادة التي قام بها الكاظم. خطوات غير جادة مقابل تصريحات كثيرة عن سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية، لماذا يتعمد الكاظمي أن يصرح كثيرا حول الموضوع مع أن سيطرته الفعلية على هذه المنافذ تساوي يعني نسبة ضعيفة لا نقول صفر؟ الجواب على هذا السؤال يأتينا يوم الأحد القادم، لأن يعني يوم الأحد القادم سيسافر الكاظمي إلى السعودية، وسبقه غدا سيلقه وزير المالية، والمكتوب واضح من عنوانه كما يقال، يعني تمهيد وزير المالية لهذه الزيارة يعني أن الكاظمي سيذهب إلى السعودية من أجل طلب المال، من أجل دعم، وبالإضافة إلى قروض مالية، لأن الميزانية العراقية كما نعلم مفلسة ولا تستطيع أن تغطي رواتب الموظفين الحكوميين لأكثر من شهرين قادمين. لذلك فهذه الاستعراضات التي قام بها الكاظمي هي استعراضات إعلامية من أجل أن يطمئن دول الجوار، أو رسالة إلى دول الجوار وإلى حتى دول الغرب بأنه قادم على إجراء إصلاحات حقيقية وفرض السيادة العراقية والسيادة الوطنية على المنافذ الحدودية وتقليم أظافر إيران التي تمر من خلال هذه المنافذ. هذا الهدف الأساسي بالنسبة للكاظمي. الكاظمي لو كان جادا بالحقيقة لا أقدم على خطوة جذرية بدلا من هذه الخطوات الترقيعية السطحية، لا أقدم على سحب السلاح من هذه الميليشيات وتجريدها من السلاح كخطوة تمهيدية لتحجيمها ثم القضاء عليها قضاء نهائيا. وأكبر دليل على ضعف الكاظمي أمام الميليشيات هو
عندما اعتقل الخلية الصواريخ التي أطلقت ثم تم الإفراج عنها، قام باعتقالهم، أفرج عنهم خلال 48 ساعة. هذا أبدى ضعفا، وهذا هو بالحقيقة شجع هذه الميليشيات على الاستهتار. شكرا شكرا أستاذ، شكرا أستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا من مالمو.